أعزائي المحققين والباحثين الدارسين للمخطوطات، قبل أن نتجه إلى مراكز المخطوطات في أوروبا وأمريكا، هناك دولتان لابد أن نفردهما بالحديث، يشتملان على أهم المراكز المخطوطات في عالمنا الإسلامي. في مقدمتهما تركيا، ومن أشهر مكتباتها مكتبة الجامعة في اسطنبول، فيها 10,000 مخطوطة. أرأيت السر في تخصيص هاتين الدولتين بالحديث؟ كذلك منها المكتبة العمومية في اسطنبول، وفيها 5,200 مجلد. كذلك مكتبة الفاتح في اسطنبول، وبها 6,000 مخطوطة. ومكتبة نور عثمانية فيها 5,000 مخطوطة، ومكتبة السليمانية، وكذلك مكتبة سراي كبقول في اسطنبول، ومكتبة بروس. تلك من أشهر مكتبات تركيا، ولماذا؟ لاشتمالها على أكثر المخطوطات في عالمنا الإسلامي كما رأينا. وكذلك مكتبة علي أمير، وبها 20,000 مخطوطة. وكذلك الهند، وبها من المكتبات المشتملة على المخطوطات ما لا يحصى، مكتبة الجمعية الآسيوية في كلكتا، وأيضا خزانة كتب جامعة كلكتا، وكذلك مكتبة بوهار في كلكتا، وأيضا خزانة المولى في بومباي، وأيضا المكتبة العمومية في بانكيبور، وأيضا مكتبة حكومة الهند الشرقية في مدارس، وكذلك دار الكتب في الأصفية في حيدر أباد. إنها مكتبات ضخمة، نحن في حاجة إلى أن يقف عليها الباحث ليستطيع من خلالها أن يلم بالمراكز، ليسهل عليه الوصول إلى نسخه المخطوطة قبل أن يبدأ بالبحث. والآن يأتي السؤال، ما هي أشهر مراكز المخطوطات في أوروبا وأمريكا؟ ذاك ما ستحمله الشرائح التالية.